نرجع معكم من جديد ديما في إطار مواكبتنا للعملية الإرهابية اللي جادت اليوم في سوسة في منطقة القنطاوي استهداف لنزل إمبريال مرحبا في القنطاوي. الحصيلة الرسمية حسب البلاغ الصادر عن وزارة الصحة 28 قتيل ما بينهم تونسيين وجنسيات أوروبية بريطانيين ألمان وبلجيكيين و 36 جريح. احنا مواصلين في رصد المواقف بعد العملية هذه. ضيفنا الوقت هذه سيدي ذاب الحاجة الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. سيدي ذاب مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. اذا سيدي ذاب الحاج في البداية قراءتك وتعليقك على العملية الارهابية الجديدة اللي صارت في سوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. العملية بطبيعة الحال لا يمكن التعليق عنها الا بكونها ارهابية فوق ارهابية اكسترا. هذه مجزرة. وحقيقة كنا جميعا متوجسين أنه شهر رمضان وخاصة ما حف من أحداث سياسية أقليمية وغيرها ثم شبه توقع، ولكن والأسف التوقع ولا واقع. هذه المجزرة الرهيبة الاستعراضية تطرح عدة أسئلة. احنا نندد كل التنديد، ونحن بصدد تحرير الآن بيان صحفي في هذا الصدد كعادتنا في الأحداث الكبرى، ونعتبر أن الأمانة أمانة البلاد عند الحاكم. الحاكم الآن عليه الأسئلة، الأسئلة الكبرى، يعني لأن الاختراقات أصبحت رهيبة جدا في قلب المدن. شفنا باردو، شوفوا اليوم القنطاوي إلى غير ذلك. فحقيقة رأينا الأولي لا يجب على الحكومة أن تغير السؤال الذي هو عليها ليكون منها. اللي هو شنو السؤال؟ اللي هو شنو السؤال سيدي؟ شنو التساؤلات المطروحة اليوم على الحكومة؟ السؤال الإمام راعٍ وهو مسؤول رعيته. إذا كان مش قادرين باش يحميونا، إذا كان مش قادرين باش ياخذوا الوضعية السوية نتاع حكم يحمي البلاد والعباد، فليتنحوا، فليعلنوا منها. إما ثم منها نقاط فشل يعلنوها، عجز يعلنوها، خطر اليوم البلاد بين ضعفاء وعملاء ياسر علينا صراحة. وخاصة ثم معطى تحب نحكي فيه معك اليوم إذا كان ممكن الوقت يسمح به، ثم معطى إقليمي. اليوم تونس دخلت في حسبة إقليمية، وشفنا جميعا أن معناها الجزائر توتر رهيب مع تونس ما ينكر حد، وهذا نقرأ قارئ جيد الصحافة الجزائرية وغيرها. اليوم ثم معطيات جديدة، ثم وضع ليبيا، ثم الآلة العسكرية متحركة يعني في تخوم البحر، يعني الحدود البحرية تونس وليبيا، وشفنا البارح الانترنت يعني ما لا يطمئن. إذا احنا نبين وراه المسألة أكبر، مش يلخصوا هنا في كلمتين وكلمة متاع العادة اللي هم ممجوجين وما عطوناش الأجوبة. نقول وراه لا يمكن لا يمكن البتة، وما يزيدوش بتونس أنه معناها هم يمثلوها، يمثلوها كل أهل البلد، يمثلوها كل الموجودين والمعنيين يعني بالشأن السياسي وإلا حتى الشعبية. لقائل أن يقول سيريذا اليوم الإرهاب ظاهرة عالمية، الدول الكل ليست بمنأى عن الظاهرة هذه. لابروف اليوم في فرنسا صارت عملية إرهابية، في الكويت، في أمريكا، في أقوى الدول وأكبر الدول تسير العمليات الإرهابية هذه. ترى اليوم اللي فما طرف ينجم يشد الحكومة في تونس قادر على إلغاء الظاهرة هذه وما عادش الرواه، مثل حزب التحرير ينجم اليوم ينحي ظاهرة الإرهاب من تونس؟ أولا الساحة الإرهاب موجود وهو معطى عالمي ورأسمال سياسي تعطاه الجميع، المخابرات تشتغل به، الدول تشتغل به، الإقليمي الدولي المحلي، وهذا معروف. وفي علم السياسة والفكر السياسي معناها كالانتخابات كالانقلابات دائما هالثالوث، هذا الانقلاب الارهاب الانتخاب ما يسيبهمش الدول وما يسيبهمش خاصه المخابرات. هذا كلام صحيح، ولكن في نفس الوقت حين يصبح الامر متواتر بشكل رهيب كما ونوعا ونوعي، وبعد كل عمليه ارهابيه تغير سياسي نوعي في البلاد، غير مصير قبل في التاسيسي في المرحله التاسيسيه، واليوم يغير مجريات كبيره، هذا يدعو الى السؤال يعني اين انت؟ أين أنت في أولا في قراءة حسن القراءة؟ لأن اليوم الحكومة قاعدة تشري في الخصوم، تبرد خصوم، خصوم مع ليبيا مجانا، فتحت يعني باب مع ليبيا نحن في غنى عنه، لأن أنا من ليبيا جي وعندنا أكثر من مليون ما تدخل في الخبيلة متاع ليبيا وتأخذ مواقف وتحرك إعلام يعني موالي زيد ولا عمر باش يحرق معناها ربما يوتر أجواء مع جهة، هذا حل علينا باب وباب كبير. وثم قريت أنا بيان تتوعد حتى برد كيف وضعية الجزائر كيف خاصة ونأكد ونقول حتى ولو منعت من ذلك يعني مع أي اليوم حلونا على الناتو، حلونا على الحزب الأطلسي، أول مرة تصير في تاريخ تونس، وهذا المعطى الخطير اللي هبطنا فيه برشا بيانات ولينا حسبة
يعني نتاع ناتو، ومن ثم الخطر الكبير كما قال لي واحد سياسي او من هو موجود في منطقه في موقع حساس واستأمنني على الكلام، قال لي نوشك ان نكون العراق راهو خطر يلزمنا نفيقوا الناس بكل ويزينا من الاجوبه الغاطه على الاسئله الغاطه. نعم، شنو رايك اليوم في الكلام اللي قاله رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي يقول اللي هو باش يطالب رئيس الحكومه باش يراجع رخص بعض الاحزاب اللي ترفع الرايات السوداء؟ نعم. الناطق الرسمي باسم حركه نيدا تونس يقول المقصود لهنا هو حزب التحرير على خلفيه ما صار مؤخرا في المؤتمر السنوي الرابع نتاعكم في القبه والاعلام اللي رفعت معناتها ما كانش فما رايه الجمهوريه التونسيه. نعم نعم. سي الباجي قائد السبسي هو جزء من أزمة، لأنه اليوم القصر يعيش أزمة بورقيبة في آخر حياة في آخر فترة متاعه، وكالتوترات والتجاذبات والتموقعات والعجز والشيخوخة، وهذه مصيبة كيفاش نحن نحن في تونس نغلط غلطتين، غلطة السابقة ونزيد نعودوها اليوم. بالفعل اليوم شيخوخة القصر وعجز من في القصر، ثم ناس تفكر في انتخابات سابقة الأوانها وغير ذلك وتحين في أحداث، وهذه المصيبة الكبيرة، ونقولها للسياسيين فيقوا فيقوا. إذا سي الباجي قائد السبسي خارج الزمان الفعلي لتونس. الباجي قائد السبسي اليوم حط تونس في أزمة إقليمية مرعبة وآخرها مع الجزائر، ونأكد ولي فيها معلومات دقيقة. اليوم يعملوا عمل اقليمي منها ترتيبات مع غير حتى استشاره والا اعلام الجزائر. الجزائر غاضبه غضب شديد كيفاش الجزائر تصبح يعني معنيه بامر وترتيبات ولكن تسمحها من الاعلام، وهذا يؤكد الخطا الكبير. ونقطه نحب نزيدها ولو تسمح، معناها كيف يمشي حاسب الساعه قبل ما يحاسب حزب التحرير اللي هو عاطي الامن والامان للناس؟ سي محسن مرزوق لانتحال صفه حدنا مصير تونس، وبغير صفته يقوم بأعمال وزير الخارجية مرة واثنين وثلاثة ويورط في تونس، وفي النهاية يجي بعد ما يخلق الأزمة يقدم لنا الحلول، وهي طريقة معروفة في السياسة. خلينا تصنع الأزمة وقدم الحلول. خلينا في الكلام، خلينا في الكلام اللي يخص حزب التحرير. تعليقك على مراجعة الرخصة اليوم، إذا كان تمت مراجعة رخصة حزب التحرير ويلقى روحه من غير رخصة عمل سياسي، كيفاش باش يتصرف حزب التحرير؟ أولا هذه ما يسولهاش بإذن الله وغير قادرين عليها، لأن حزب التحرير ما زاد حتى شيء على الإفصاح الإداري اللي قدم جاب وجهه، جاب أفكاره، جاب أشخاصه، وما غير شيء، وهذا مدون بالعربية والفرنسية في الرايد الرسمي. وحتى الرايد تكلموا عليها مصورة وموصوفة بلونها بكتابتها إلى غير ذلك. هما يعرفوا أنه ما ثم شيء جديد تم في المؤتمر، ولكن المؤتمر طرح عناوين كبيرة، خاصة قال ننقذ تونس من الضعفاء والعملاء. شبحت الموضوع هذا يصعب عليهم، فلوجوا ليزاكوتي اللي هي معروفة، حزب التحرير هذيك صيبته وهذيك الأساليب اللي تعمل بها، فحينوا هذا باش يخلقوا منها وضعية. ولذلك احنا نصوم سكون نصوم، احنا موجودين كما نحن في وضعية أمن، ويعرف الجميع السياسيين المخلصين والإعلاميين وكذا أنه حزب التحرير غير هالتنظيمات الإرهابية، معناها 180 درجة اختلاف، لكن ثم شكون يحب يخلق وضعية باش يربح هو معركة من غير ما يخوض. سيدي خليني نختم معك. اليوم التونسي ما يفهمش برشا في كلام السياسة، اليوم التونسي اللي يسمع فينا المواطن البسيط يقول سؤال سهل على الآخر، علاش حزب التحرير في مؤتمر السنوي نتاعو ما يهزش علم تونس؟ احنا بالنسبة احنا تكلمنا قلنا القانون وقلتها معك في برنامج يدعوك الى عدم اهانة علم تونس، ولم نقم باهانة العلم البتة باي شكل اشكال رمزي او حقيقي. ثانيا هو يطالب المؤسسات الرسمية ومنها البترولية لغير ذلك اللي موجودة انها ترفع علم وهي في الجنوب وترفع علم دول اجنبية، فلذلك ما يزيد علينا حد. احنا لم ندعو الى رايه جهويه ولا رايه لقدر الله نتاع الفصال ولا رايه اجنبيه نتاع الولاء الغرب، وهذا معلوم علينا. احنا ندعو الى وحده، رمزيه الوحده هذه هي مشروع امه، لكن ناكدوا ان البلدان هذه كما هي ما نقسموش فيها وما نقصوش عليها وما ندخلوش عليها الاجنبي، هذه مفهومنا. ولذلك احنا ندعو الى الاعلى وهي ان نوحد الامه كلها وتونس تكون عاصمتها وتكون منطلقها ضمن مشمول لا اله الا الله محمد رسول الله، تو سامبلومون لو سامبل اي دو سامبليفي. ولذلك احنا ما نرفع وليس مشروع خيانه وليس مشروع تقسيم وليس مشروع شرذمه وليس حتى ولاءات لا جهويه ولا اجنبيه ولا طائفيه ولا غيرها. معناتها نجموا في تظاهره اخرى، نجموا في تظاهره اخرى نتاعكم نراو علم تونس وهذه حاجه محموده. ولذلك احنا وقت جد علمنا مثلا في القبه ما ازلناهاش، ما عندناش مشكله باش يكون بجنبي او يكون كذا، فالقضيه ما ياخذوها يلعبوا الجانب الرمزي. بالعكس العلم هذا راهو جاء من الدوله العثمانيه، راهو يكون في البيت حين كانت تدخل باش تبين انها جايه لتونس الى غير ذلك. والرمزيه نتاعها الاسلاميه اللي هي العلم والهلال اللي يعرفها القاسي والداني، ان يعني نسالوا اللي تحتها كيفاش تلحفوا بالعلم باش عملوا كل انواع الخيانات.
شكرا لك. نعم شكرا لك سيدي ذاب الحاج، ما عادش عنا برشا وقت. شكرا لك على المداخله معنا اليوم، ديما مرحبا بك معنا على كنوز اف ام، نطق رسمي باسم حزب التحرير.